السلام عليكم طلبة الأعزاء. اليوم هو استكمال للمحاضرة السابقة، محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان Chi Square Test for Goodness of Fit، لحسن توصيف التوزيعات الاحتمالية. كما بينا في المحاضرة السابقة، يوجد أكثر من فرضية وأسلوب للحل. راح نتذكر العنوان للمحاضرة السابقة اللي استخدمناه، اللي هو كان تيست ذا هايبوثيسيس. في هذه المحاضرة مثل ما قلنا راح ناخذ اللي مثل ما العنوان مسجل امامكم، اللي هو كاي سكوير تيست فور جودنس اوف فيت. اول اسلوب اللي راح ناخذه هو حيكون للجودنس اوف فيت اوف binomial distribution. اوكي، حتى نقدر نفهمه بالبدايه راح ناخذ مثال مباشره بصراحه ونطبق عليه، لان هي خطوات حقيقه كثيره، فلهذا لازم نحاول على كيفنا ونفهمها ونشوف شلون راح تتوزع. حسب المثال الموجود أمامنا اللي هو example 3 test goodness of fit binomial distribution، هو شو يقول؟ 5 panels were tossed 1000 times and at each toss the number of heads was observed. Determine the goodness of fit of binomial distribution of the following data at a significant okay at a level which gets 0.05. فإذا احنا عندنا 1000 رميه يعني 5 قطع معدنيه، دي يريد على اساس المطلوب، على اساس الديتيرمنت ذا جودنس اوف فيت باستخدام طريقه الباينوميال ديستريبيوشن. حتى اجي احل when he said goodness we use chi square. When he said goodness مباشرة شو نفكر؟ باستخدام طريقة الكاي سكوير. أوكي، نجي نسجل، خلينا نقول كأنه المعلومات ونشتغل على أساسها. For example أوكي 3 المعلومات الموجودة أمامنا. أول معلومة أنه هو عدد الرميات، فبالتالي مجموع الأو، مجموع الأو من هو يا ترى؟ الأو اللي هي الأوبزيرفت، مجموع قيم الobserved. شو يساوي لنا؟ مجموع قيم الexpected المفروض هي عبارة عن 1000. أوكي، إذا بما أنه God goodness بالسؤال، إذا مباشرة we use okay binomial، خاصة هو أصلا عينة إنه وقال انت راح تحل بطريقة الباينوميال ديستريبيوشن. اوكي، السيجنيفيكت موجود امامنا هي عبارة عن ايش قد منطينا؟ 5 0.5 اللي هي 5%. نتذكر القانون اللي كنا نستخدمه باستخدام الباينوميال. القانون هو عبارة عن البي للاكس يساوي لنا اوكي مفكوك الان اكس كمفكوك، ان ناقصا اكس ايضا كمفكوك، بي للاكس والكيو ان ناقصا اكس، كل كنا نمثلها بحالات النجاح والفشل بالنسبه للبي والكيو. ملاحظه مهمه في مثل هكذا أسئلة، ليس هناك مبدأ العدالة في البي والكيو، وعليه راح تحسب من خلال قانون معين. إذن there is no fairness when we you need to have P and Q اللي هو in goodness by binomial. فراح نطبق في القانون، هذا القانون اللي راح نستخدمه هو عبارة عن الميو ترو المفروض يساوي لي الميو لل binomial. بمعنى آخر هنا القانون أقدر ينكتب بصيغة ثانية، مجموع الـ XI مضروبا في الـ observed كفريكونسي على مجموع
الـ observed كـ frequency. شي يساوي لي الـ n في الـ b؟ تتذكرون طلابي الأعزاء هذا القانون مال ميو، شلون استخرجه من الـ n اللي هو العدد مال الرميات أو الفعلي في الـ b. طبعا where الـ observed الـ frequency اللي هي مثل ما قلنا هي عبارة عن يعني الـ OF هي عبارة عن إيش؟ الـ Observed Frequency. أوكي، شلون أجي أطبق؟ نتذكر المثال نرجع له حتى نشوف القيم الموجودة أمامنا. حتى أطلع الميوترو اللي هو بالعربي مثل ما يقولون الوسط الحقيقي، راح أضرب كل قيمة من الـ Number of Hits بالـ Observed frequency. كل قيمة راح أضربها بالـ observed frequency، فبالتالي يعني حيصير البسط 0 في 38 زائدا الواحد في 144 زائدا 2 في 342 إلى آخره، مقسومة على القانون شي يقول مجموع الـ observed frequency اللي هو شقد قيمته. طبعا مجموعة اللي هو ألف. نجي خلينا نطبق، خلينا نجي نطبق كقانون مباشرة، فراح نجي هسه نثبته. فإذا ميون ترو شي يساوي لي 0 في 38 زائدا 1 في 144 زائدا 2 في 342 زائدا 3 في 287 زائدا 4 في 164 زائدا آسف هخسر في فوق شوية 5 في 25. هذا كله مقسوما على ايش قد طلابي الأعزاء؟ مقسوما على الألف. هذا يا جانب، هذا سجانب الأول اللي هو هذا. هسه ايش نحتاج بعد؟ الجانب الثاني. بس لكم ما عندي مجال راح اكتبه هنا. اوكي، شي يساوي لي يساوي ايش كم رميه فعليه او عدد القطع اللي احنا استخدمناها، لان احنا بدنا نشتغل اسف على عدد القطع هنا ال n اللي هي عدد القطع الرئيسيه او الرسميه. هي ايش قد؟ هي 5. فاذا ال n هي عباره عن 5 مضروبه في قيمة البي اللي هو هذا. أنا على مود هذا أستخرجه، لأن إحنا قلنا ماكو عدالة بالموضوع. بعد ما أقدر أقول إنه أوكي البي أقدر هي كذا لكونه نجح، ماكو. لازم أستخرج البي بي من خلال قانون معين الموجود أمامنا، حاصل ضرب وقسمة وإلى آخره. حيطلع لنا إذا ميوترو حيساوي لنا 2 على الصحيح 4 7 يساوي 5 في البي. إذا البي راح يسوينا بهاي الحالة، لأن هذا كقانون، هذا هو التسمية كقانون، بس احنا نخليها فقط التعريف. فإذا البي راح يسوينا حيسوينا 2 على الصحيح 4 7 مقسوما على 5. إذا القيمة النهائية اللي راح استخرجها واللي راح استخدمها هو 0.494. هاي اخليها في مربع، لأن هاي القيمة انا استخرجتها بالنسبة للبي. طبعا اكيد ايش راح احتاج؟ راح احتاج اكيد قيمة الكيو. طبعا الكيو اقدر اكيد استخرجها بالقانون الطبيعي اللي كنا للبروبابيلتي، لان احنا قلنا كل بروبابيلتي كل احتمالية هي عبارة عن ايش قد؟ هي عبارة عن واحد صحيح. فإذا نقدر نكتب القانون الرئيسي. القانون هو عبارة عن بما انه البي زائدا الكيو شو يساوي لطلاب الأعزاء؟ هو واحد، بمعنى انه هنا ايش راح يصير؟ 0.49 اوكي 4 اوكي زائدا الكيو شو يساوي لنا؟ 1. ننقل هذه القيمه الى الجهه الاخرى، فاذا الكيو بهاي الحاله ايش راح يساوي لنا؟ 0.506. اذا هنا شو استخرجت اني؟ قيمه الكيو. اوكي، هسه اللي صار اني عندي اني عرفت هسه قيمه البي، عرفت قيمه الكيو، اقدر هسه انه استخرجها ويعني استخدمها واستخرج قيم
الرميات الخمسة اللي هي آسف الخمس قطع، يعني كم رمياتها حتى نطلع القيم الافتراضية مالتها. فبالتالي نجي نكتب القانون من جديد، نتذكره الـ probability المن حصير للأكس شي ساوينا مثل ما قلنا مفكوك الان على مفكوك الاكس ان ناقصا اكس كمفكوك بي الاكس والكيو ان ناقصا ايش الاكس. نجي هسه للاولى ايش قد قيمتها؟ قيمتها صفر، فراح يصير كمفكوك الخمسة مفكوك للصفر، خمسة ناقصا صفر كله مفكوك. هنا ايش قد القيمة بالنسبة للبي؟ هي عبارة عن 0.494 مرفوعة للأس اللي هو الأكس اللي هي قيمتها ايش قد هنا اللي هي صفر، وهنا هي 0.506 اللي هي 5-0. طلاب قلنا احنا بعد ما راح نستخرج يعني خطوات العفو ما نطبقها مباشرة ننطي القيم، فهنا ايش راح تصير 0.0332 هاي بالنسبة للحالة الأولى. أيضا نخليها ما بين يعني داخل مربع. هسا المن راح نستخرج؟ راح نستخرج بالنسبة للواحد، فهنا ايش راح يصير؟ أيضا مفكوك الخمسة على مفكوك الواحد، خمسة ناقصا واحد كمفكوك 0.494 1 0.5065-1 حينطيني القيمة وراء عملية القسمة، حينطيني 0.1619 أيضا نخليها داخل المربع. باقي القيم ايش راح تصير؟ فاذا من كانه بدنا نستخرجها فالبروبابيلتي المن للاثنين مباشره راح ننطي قيمتها طلاب الاعزاء هي 0.3162، وهنا البروبابيلتي للثلاثه ايضا راح تصير 0.3087. البروبابيلتي للاربعه هي عباره عن 0.1507. البروبابيلتي الخمسة اللي هي 0.294. طبعا هاي كلها استخرجناها بنفس الطريقة السابقة اللي استخرجنا قيم كانت قيمتها صفر وواحد. هل يا ترى خلاص الحل؟ أكيد لا، لأن أنا ليش دا استخرج هنا يعني القيم من خلال قانون الباينوميال؟ حتى من خلالها أقدر أستخرج الـ E expected، الاكسبكتد فاليو. حتى من استخرج الاكسبكتد فاليو حيصير كانه انا عندي الاوبزرفد فاليو والاكسبكتد فاليو، من خلاله اذا شقدر استخرج الكاي سكوير. اذا اوكي، ما هي الطريقه حتى اقدر من خلال هذه القيم اللي انا حصلتها استخرج الاكسبكتد فاليو؟ طريقه بسيطه جدا راح نكتبها هسه راح نطبقها. القيمه الاولى الاكسبكتد القيمة الأولى للإكسبكتد فاليو اللي هي ايش قد قيمتها طلاب الأعزاء عندما كانت صفر، ايش راح نسوي لنا؟ ناخذ أول قيمة استخرجناها هنا اللي هي البروبابيلتي عندما كانت صفر اللي هي ايش قد قيمتها؟ صفر عدد صحيح، صفر ثلاثة، صفر عدد صحيح، صفر ثلاثة ثلاثة اثنين. وبيش أضربها طلاب الأعزاء؟ أضربها في ألف. ليش في ألف؟ لكون إنه هي عدد الرميات هي كانت ألف رمية، فبالتالي طلبة الأعزاء حصلت 33.2. أيضا خليها بداخل مربع. أوكي نكمل. هسا راح نستخرج الإكسبكتد فاليو عندما تكون قيمتها اشقد؟ واحد. القيمة الثانية كانت عبارة عن 0.1619، أيضا بيش راح أضربها في 1000، إذا حينطيني 161.9. اوكي هسا نحاول الاكسبكتد عندما كانت القيمه 2 ايضا حصير 0.3162 في 1000 حينطيني 31622، وهكذا لبقيه
القيم. فبالتالي من أجي أريد للـ E3 حتكون مباشرة قيمة طلبة الأعزاء 308 على الصحيح و7، عندما كانت القيمة للـ E4 هي عبارة عن 150.7. أوكي، وهنا بالـ E5 أيضا حيطلع لنا 29.4. طبعا طلبة الأعزاء هاي الخطوات كلها مفصلة إن شاء الله بالملزمة الإلكترونية اللي هي السمري اللي أنطيها لكم ويا المحاضرة الفيديوية والمحاضرة الرسمية. أوكي، هسه راح نرجع، يعني هسه احنا الجدول مالتنا احنا ما كتبنا، احنا لحد الان بس كتبنا خطوات حل اللي هذا تشوفوها هسه امامكم. هسه اوكي، خلي نجمع اللي اشتغلناه كله بجدول، يعني خلي نجمع كل اللي اشتغلناه هسه بجدول على كيفنا حتى نشوف وين ايش نحتاج بعد. فبالتالي اول شغله تذكرون هي شنو، هي الاي كابيتال اللي هي شت مثل اعزاء اللي هو الايفنتس اللي هي الاحداث. طبعا اي كابيتال، اوكي، هنا الاي كابيتال او الايفنتس هي شو حتمثل لي؟ هي تمثل لي نمبر اوف هيدز. حلو، نجي ايضا اني شحت شنو اللي عندي اللي هي اسف اللي هي الاو اف الاوبزرت فريكوانسي. بعد اني شنو عندي اللي استخرجت، اني ايضا استخرجت في الشيء اسمه البروبابيلتي المال للاكس حتى اشوف الاستاذ انا شنو الخطوه اللي سويتها، ومن خلال هذا البروبابيلتي اوف اكس شو استخرجت الاي اللي هي الاكسبكتد فاليو. راح نجي نكتبها. طلاب ايش كم هيتس؟ يعني انا هو ليش بديت من الصفر؟ يعني خاف اني نسيت اذكركم، يعني ليش بديت من الصفر؟ يعني من ممكن انا رميت ولا نتيجه طلعت لي هيتس، صح لو لا؟ فبالتالي اكيد القيمه الاولى اللي حخليها بالاحداث هي ايش راح تكون؟ هي راح تكون صفر. حنعيد ليش اول قيمه خليتها صفر؟ من الممكن انا من رميت هاي الهيتس او هاي العملات، الاسف وليس الهيتس وانما العملات المعدنيه، اوكي، من الممكن ولا مره بهاي الرميات طلعت لي ايش؟ طلعت لي هيز. من الممكن ان يكون الحاله الثانيه طلعت لي مره واحده، من الممكن تكون مرتين، من الممكن ثلاثه او اربعه او خمسه. مفهوم طلابي ليش بديت من الصفر؟ اوكي، هسه بالنسبه طبعا الاوبزرت فريكوانسي مثل ما قلنا هي وين موجوده؟ هياتها منطيه لكم وين؟ بالسؤال، منطيها لكم بالسؤال. فبالتالي اذا مباشره فقط ننزلها، فبالتالي حصير أنا هنا مقابلها عندي أول وحدة 38، عندي هنا 144، أوكي 144، عندي هنا 342، عندي 287، 164، 25. طبعا اكيد لازم يكون حاصل جمع الاوبزرف فريكوانسي هو عباره عن 1000. اوكي، مثل ما قلنا حتى نشوف الاستاذ الشغل مالتنا، نجي نسجل البروبابيلتي اوف اكس اللي احنا استخرجناها كقيم هنا راح نسجلها، هو عباره عن 0.0332. نجي القيمه الثانيه اللي هي هنا 0.1619، نجي هنا اللي هي 0.3162، راح نجي هنا اللي هي 0.3087، هنا 0.1507، وهنا 0.0294. وحتى أتأكد إنه الحل مالتي صحيح، المفروض طلبة الأعزاء المجموع للبروبابيلتي للأكس يكون واحد، هو ما راح يطلع لك واحد، حيطلع لك جدا قريب من الواحد، أكيد ما راح يطلع واحد لأن نتيجة الكسور اللي راح نهملها ونتيجة إلى آخره والتقريب، فمستحيل يطلع لك واحد وإنما هو جدا قريب من الواحد. هسه ايش راح ننزل؟ حننزل القيم اللي راح تمثل لنا ايش؟ بالـ expected frequency حسب ما استخرجناها. ف 33 نجي 1 133.2 161.9، اوكي 316 316.2
3.8.7 150.7 29.4. حاصل جمعهم المفروض طلبتي الأعزاء يكون تقريبا شقد؟ حيكون مفروض هو ألف. أوكي زين، نكمل. فبنجي هسه نريد نكمل هسه هاي الخطوات السابقة اللي اشتغلناها، راح هسه أقدر أو الخطوة يعني أستخرج إيش ما يعرف بالكاي سكوير. طبعا نفس الحالة من أجي لازم نطبق القانون، نتذكر مجموع كاي سكوير إيش يساوي لطلبتي الأعزاء، هو عبارة عن أفتح قوس الobserved ناقصا الexpected كله ايش تربيع على الاي. نيجي نعوض، موجود هسه امامنا الجدول ونعوض واحد واحد. هذا هو هسه بالنسبه للاول ايش راح يصير هنا؟ حيصير هاي ال 38 نجي نسجلها هنا، ف 38 ناقصا ايش قد ناقصا طلبتي الاعزاء 33 و2 كله تربيع على نفس القيمة بالنسبة للإكسبكتد فاليو اللي هي 33 و2. أيضا طلابي الأعزاء حاصل ضرب وقسمة وإلى آخره، لأن سوري هو الوقت داهمنا، فحيطلع لنا 0.693. هاي المفروض القيمة اللي أني هسه استخرجتها وين لازم أكتبها؟ لازم أسجلها هنا مقابلها، فإذا هو عبارة عن 0.693. أوكي هسه شو راح نسوي؟ راح نحاول نستخرج الثانية. بالنسبة للقيمة الثانية طلبة الأعزاء هي 144 ناقص 161.9. اوكي مرفوع للاس 2 على 161 اوكي 9 بالعشرة ايضا الرفع والقسمة والى اخره، فتطلع لنا القيمة هي عبارة عن 1 عدد صحيح 979. نجي نسجلها مقابلها 1 عدد صحيح 979. أوكي طبعا نفس الحالة للبقية نفس الحالة. فش راح يصير مثلا هسه للثالثة وحتى بعدين بس ننزل القيم، حصير عبارة عن 342 ناقصا 317.2 بالعشرة مرفوع للأس 2 مقسومة على 316.2 بالعشرة، حيطلع لنا القيمة 2 عدد صحيح 1.0512. أيضا طبعا هذا أكيد نخليهن كلهن حتى لا ننساهن في مربعات وننقلها لفوق. فمن نجي هسه نكمل عملية النقل مالتها، فهي هنا نحصل 2 عدد صحيح 1.051، هنا 1 عدد صحيح 5.253، هنا 1 عدد صحيح 1.737، وهنا 0.658. من نجي نجمعها حيطلع لي مجموعة هو عبارة عن 7 عدد صحيح 5.4. هذا هسه شو يمثل؟ هنا يمثل قيمة كاي سكوير المستخرجة اللي حصلنا عليها. أوكي ولما استخرجنا هاي القيمة راح نبدأ نقارن من خلالها ويا من؟ ويا كاي سكوير الجدولية للقيم الحرجة. لكن قبل ما نشتغل يعني نروح نقارن، يعني لازم احنا اولا نعرف درجة الحرية اللي راح نستخدمها وعلى اساسها نبدي نشتغل. هنا طلاب شوية تغير الحكي بهذا النوع اللي هو بالكاي سكوير تيست فور جودنس اوف فيت ان كان باينوميال او بعد شوية راح نتعلم النورمال ديستريبيوشن، القانون تغير. ليش؟ لان ظهرت ما يعرف بالباراميترز.
فشو حيصير القانون؟ شلون اجي اكتبه حتى استخرجها؟ بالنسبه لدرجه الحريه هي مثل ما متعلمين K ناقصا 1 ناقصا M اللي هي شو تمثل الباراميترز. اوكي نجي اول شغله انا بدي اعرف الكي ايش قد. نرجع وين هنا؟ هاي هي اللي تمثل الكي، صح لو لا طلبة الاعزاء؟ لان احنا قلنا تبدي من الصفر لان ممكن ما احصل هيدز، بعدين احصل هيدز واحد، تو هيدز، ثري هيدز الى اخره. فبالتالي اذا الكي هنا انا شو راح اسوي لي؟ راح اسوي لي 6، فارجع اكتبه هنا. اذا اوكي بالنسبه لدرجه الحريه هي عباره عن 6 ناقصا 1 ناقصا. ايش كم باراميترز يا ترى اني عندي؟ نتذكر السؤال، هذا هو السؤال طلبة الاعزاء. هذا هو الباراميترز. اني جيت هنا ايش كم متغير؟ هذا اذا هو ايش؟ الباراميترز. هذا لان اني هنا ايش كم عنصر جديد موجود؟ انا عندي فقط واحد هو اللي يأثر اللي هو نمبر اوف هيدز. فبالتالي من اجي اريد اسجل شو راح اكتبه هنا؟ راح اكتبه 1. فبالتالي اذا درجه الحريه 6 ناقص 1 ناقص 1 حتكون ايش قد؟ حتكون 4. هي هاي درجه الحريه اللي اني راح استخدمها لاستخراج القيمه الحرجه وبالتالي عمليات المقارنه. فمن اجي ولا ما استخرجتها طبعا راح اروح وين المفروض؟ راح اروح للجدول. اوكي فمن خلال الجدول ثواني نخلي الجدول امامكم طلبة الاعزاء اذا تسمحوا لي ثواني. هذا هو الجدول هسه موجود امامكم. ايش قد طلبة الاعزاء كانت درجة الحرية؟ كانت درجة الحرية كانت عبارة عن 4. فوين هالأربعة طلبة الاعزاء؟ هياتها. اوكي. ايش قد القيمة اللي راح نقارن بيناتها؟ هو صحيح قال لنا 5% بس احنا ايش تعلمنا؟ انه يقول لي 5% انتبه لان انا عندي مطلبين. إذا قال لي 5% بشكل طبيعي شوفني قيمة الليفل مالته سكنيفيكت معناته أنه أقارنه ويا الـ 95 ويا من؟ ويا الـ 95. وين الـ 95 طلبة الأعزاء؟ ها هي هاي الـ 95. هسا شو حسوي طلبتي؟ راح مثل ما تعلمنا راح نبدي نمد إلى أن يتقاطعون. فبالتالي وين يتقاطعوا؟ تقاطعوا بهاي النقطة اللي هي 9 عدد صحيح و 49. فبالتالي إذا هاي أجي أسجلها نرجع هسه وين؟ هنا للحل. فإذا حنقول هنا آت إيش؟ آت رو اللي هو بالنسبة للأربعة فروم تيبل. أوكي إيش طلع لي؟ ان الكاي سكوير عندما تكون 0.95 هي عباره عن 9 عدد صحيح و 49% ونخليها هنا. هسه اجي اقارنها ويا المحتسبه. احنا اللي عندنا انه المحتسبه هي بالاصل يعني اللي هي الكاي سكوير اصغر من الجدوليه اللي احنا استخرجناها ها هنا. ليش؟ لان احنا كانت القيمه مالتها هي 7 عدد صحيح و 54% واكيد هي اصغر من 9 عدد صحيح و 49%. اذا هنا من نجي نريد نحكيها هل القيم هنا راح تنطيني جودنس؟ نعم ذا فيت از جود. ذا فيت از جود. اوكي شلون اجي امثل بالرسم؟ بما انه هو دا يقول لي اوكي بما انه هنا الجدوليه اكبر من المحتسبة فبالتالي إذا the fit إيش؟ the fit is good. تعال أوكي ارسمها إلي بينها حتى أفهم. يعني أنت أوكي هذا الحكي اللي سويناه إيش راح تقول لي؟ حتقول لي أوكي مباشرة هاي المسطرة. نجي نفس الحالة أها
نمد هذا. اوكي نجي هسه طبعا مثل ما قلنا هنا يبدي منين؟ من نقطة الصفر. سوري هذا هو. هنا المفروض انا عندي واحد ناقصا فيه، وهنا المفروض ايش؟ اللي هو النجاح. فهنا بما انه اذا معناته اوكي هاي ال 95% هنا اللي هي النجاح اللي هي الكوركت، وهنا ايش صارت انا عندي؟ صار عندي الايرور. فبالتالي حتقول لي هنا الايرور، وهنا ايش راح يصير؟ كوركت. بمعنى اخر هنا هو عباره عن significant. اوكي at 0.05، لان احنا قلنا من يريد يتبين له الجودنس مالته بال 5% نستخدم ال 95. لكن في حاله اذا جاك هذا السؤال، if you ask it is the fit too good، هل انه هذا الفيت هو كل الزين؟ علامه استفهام. can we depend on data؟ هل نستطيع ان نعتمد على هاي الداتا؟ شو راح نشتغلها؟ حتقول لي اوكي، حتقول لي بهاي الحاله راح اقارن بال 0.05. اوكي فش راح تقول لي؟ حتقول لي اوكي ات درجه الحريه هي 4، اذا الكاي سكوير عندما تكون 0.5 نرجع وين طلبت الاعزاء؟ الى الجدول. هالمره اوكي اني راح ثواني اوكي نرجع. هسه هنا ايش راح تسوي انت؟ هم حتروح لي للاربعه، هاي الاربعه، بس هالمره حتروح لي على ال 0.05 ككاي سكوير اللي هي هاي طلبات الاعزاء. ايش راح تسوي هسه؟ حتقول لي اوكي راح انمد ونشوف. انمد من هنا الى هنا ومن هنا لهنا. إذا الشيء أو المكان اللي هو القيمة هي كانت 0.711، فأجي أسجلها. أوكي أجي أسجلها هنا 0.711 هاي from table. من أجي أقارن between إيش الكاي سكوير and كاي سكوير 0.05 اللي هي critical value، ايش راح يصير بهاي الحاله؟ انا عندي لا، هنا صار حكي غير شيء. ليش؟ لان انا اللي عندي انه الكاي سكوير بهاي الحاله المحتسبه هي اكبر من الجدوليه اللي هي 0.05، مثل ما بينا. ليش؟ لان هنا 7 عدد صحيح و54 اكيد اكبر من 0.711، فبالتالي ايش راح تجاوبني؟ ذا فيت از not too good، بس شبيها نحن نستطيع. can we depend on data، بس نستطيع ان نعتمد على هاي الداتا. اوكي الرسم شلون حيصير؟ طبعا الرسم هنا حيصير عكس هذاك الرسم. الرسم بهاي الحاله راح تجي ترسمه الي بطريقه عكس هذيك، فشلون راح يصير؟ اوكي نقلب المسطره هسه نجي نرسم ايضا كالمعتاد، ننطلق من هنا. اوكي بمعنى اخر انه ال 5% هنا هاي ال 5%، وهنا حصل واحد ناقصا فيه اللي هو طبعا اكيد ايش حيمثل لي طلابي الاعزاء؟ حيمثل لي ال 95%. فبالتالي عندنا الحرجه الكريتيكال فاليو اللي نستخرجها حتكون بهاي المنطقه. فاذا the fit is too good we can not، بهاي الحاله ايش راح يصير؟ باع انتبه. يعني اذا باوع طالب الحبيب، اذا كانت المستخرجة أكبر من الجدولية حيكون الجواب مالتنا هذا the fit is not too good. ك
can بس can we depend on it. اوكي هي صح ومو خوش بس اقدر اعتمد على القيم. لكن في حالة في حالة ثانية اذا صارت عندي يعني كأنه هسه هاي ملاحظة خليها اوكي هاي ملاحظة if الكاسكوير اللي هي استخرجناها اذا كانت بهاي الحالة اصغر من 0.05 الجدولية اذا نشبيه the fit is too good بس شبينا we cannot depend on data صحيح هي اوكي توب بس ما اقدر اعتمد عليها كداتا. طلاب طبعا هذا الموضوع يعتبر اسهل من هسه بعد شويه حنحكيه اللي هو test goodness of fit of normal distribution يعني بصراحه جدا يعني بخطوات فهسه فايضا اريدكم طلبتي الاعزاء ان تنتبهون يعني علي بالنسبه لهذا اوكي راح نسد هذا ونفتح نرجع من جديد نرجع حتى نشوف المثال اللي بعده اوكي المثال اللي هسه راح ناخذه اللي هو المثال رقم 4 المثال رقم 4 هنا ايش يقول لي the distribution of mass with ايش لميو اللي هو 67 عدد صحيح و45 كيلوغرام and السيجما اللي هي 2 عدد صحيح و92 were observed as follows انه هو موزعين مثل ما هسه انت تشوف اذا انا عندي الماس بس انتبه الماس طبعا انا ما راح اقول لك ترى هي الماس هي عباره عن الكلاس ليميت يعني طالب العزيز انا ما راح اقول لك بس انت المفروض تفهمها انت المفروض تفهمها شلون تفهمها لان خلينا نكمل determine the goodness of it بس هالمره بيش من خلال استخدام النورمال ديستريبيوشن at a significant level of 0.05 فإذا بتبيت يا طلاب بما أنه يقول لي goodness بس هالمرة إيش بطريقة النورمال ديستريبيوشن حناخذ طريقة ثانية تختلف كل الاختلاف عن السابقة بس هنا شلون حفهم الماس راح تمثل لي طلاب يعني مو الماس أي الماس العفو مو بس الماس أي شيء أنا أنطيك كمتغير رأسا شتفتهمه إنه هو هذا عبارة عن الكلاس limit اوكي واكيد مبين هنا هو كلاس ليميت من خلال اكو يعني فقر اسف اكو يعني بتوين كانه من 60 الى 62 من 63 الى 65 اوكي طلابي الاعزاء وايضا انا ايش منطيك هناك الاوبزر فريكوانسي اللي هو الاو اف منطيك القيم مالتها اوكي راح نبدي كالمعتاد نحدد شنو من المعطيات ونبدي نشتغلها فإذا بالنسبة للرابع موجودة بصفحة 56 راح نحدد إذا determined إيش the goodness of fit of normal distribution ايضا اتشقد القيمه القيمه كانت هي عباره عن 5% اوكي اذا هسه بالبدايه طلبه الاعزاء لازم شو اسوي ولا ما حددناها اوكي first data is just like a class mark and its frequency or class limit and its frequency. هعيدها الملاحظة. الداتا first data is just like class mark and its frequency or class limit and its frequency. طبعا هاي من أنا أعرفها؟ أنا أعرفها من معطيات السؤال الموجود عندي. لأن هو إيش قال لي طلبتي الأعزاء؟ قال لي هو عبارة عن normal distribution. ومن شفت هنا
عبارة عن نوع من أنواع الفترات، فبالتالي مباشرة أنت راح تقول لي هو عبارة عن class limit، وتبدي تشتغل بهاي الخطوات اللي راح نتعلمها.